مدام عبير موسي عسلامة، مرحبا بك عسلامة. معنا رئيس الحزب الدستوري الحر، كنت وصلتوا في الاعتصام نتاعكم داخل قاعة الجلسات اليوم في برلمان. اليوم كان الجلسة ننتظر أن تنطلق الساعة 9:30 في قاعة البرلمان، لكن فوجئتم قلت اللي قبل بربع ساعة تمت حسب يعني ما قلت اللي جاء سوفر دو تذكير أنه انطلقت الجلسة لمجلس المستشارين المبنى الفرعي في باردو. مادام كانت تحكينا حيثية اللي صار اليوم يظهر لي واضح للرأي العام. احنا توا هذه الكل تحركاتنا الكل الهدف منها هي إنارة الرأي العام، شنو اللي صاير وكيفاش يتعامل المجلس وشنية الإشكالية. الإشكالية أنه الغنوشي عنده التزام مع الدواعش وروابط الإجرام غير قابل أنه يفك الارتباط معه، وبالتالي الطلب اللي احنا متمسكين به أولا الأساسي اللي هو منع جماعة روابط الإجرام ومنع جماعة الإرهاب والعودة مبؤرة التوتر من دخول المجلس ما ينجمش ياخذوا القرار، لأنه كي ياخذوا عنده قاعدة كاملة وعنده حديقة خلفية مستانس يخدم بها باش يخسرها. وإحنا هنا قاعدين نتبع ونشوف اليوم وصلوا يدلسوا، لأنه تم دعوة النواب ويظهر لي زادة وسائل الإعلام اللي جات الصباح الجلسة في المبنى الأصلي، والقانون يقول انها تكون في المبنى الاصلي، المبنى الفرعي استثناء وما فيهش التصويت الالكتروني وما فيهش التجهيزات الخاصه بتمرير القوانين. يستدعوا الناس النواب للمبنى الاصلي، يدخلوا النواب الصباح، تجي وسائل الاعلام، تجي الاداره، يحطوا كل شيء، يوهمونا ويبعثونا ناس ممارسولين نتاعهم انه فما اجتماع باش ينعقد باش يبتوا في القرار هذايا ويحلوا الاشكاليات اللي هي ماهيش اشكاليات. مكتب مجلس ينعقد يعين جلسه نتاع سحب الثقه ويصدروا قرار لمنع المجرمين من دخول المجلس. اذا بيهم يقعدوا التسعه، ما جات حتى حد باش يعلن انطلاق الجلسه ويوخرها نص ساعه تبقى القانون باش تنعقد بمن حذر. قعدوا حتى يمكن نشوفوا الوقت ومن بعد يبعثونا شو التدليس والاستبلاه نتاع نواب الشعب. يبعث لك يقول لك تذكير، يعني كوم سي انا بعثت لك سابق، يقول لك تذكير تنعقد الجلسه الان. فما واحد يبعث لك تذكير ويقول لك الان هاك تنعقد الجلسه الان، يعني حتى اجراءات الدعوه الجلسات العامه تلعبوا بها. تنعقد الان بقاعه الجلسات، وقتاش الان هذا؟ الان نتاعهم 9:04 هاك واضحه ريتا. عمرك شريت دعوه موجهه لنا توا عندها اكثر من جمعه اللي هي على الساعة 9 صباح، والقانون يقول التسعة تدخل كي يبدا النصاب مش متوفر ترفع الجلسة نص ساعة ومن بعد بمن حذر على أن لا يقل عن ثلث النواب. هذا النظام الداخلي، هذا ما عملوهش، ما جاوش التسعة ما أعلنوش انطلاق الجلسة، النواب داخلين نواب خارجين خاطر النواب في بالهم ونواب في بالهمش بالمخطط. احنا مصورينهم ائتلاف التكفير والخوانجية مشاو للمبنى الفرعي في الظلام ومصورينهم كيفاش دخلوا على النوابنا، احنا دخلوا عليهم في الظلام، غادي ما حلوش الضوء، ما وراوش اللي عندهم معناها تلفازات والا اعلام قاعد باش يصور ولا باش يخدم، خلاو الامور ماهيش واضحه جمله. من بعد يبعث لك 9:23 دقيقه يقول لك تذكير راه تنعقد الان وفي المبنى الفرعي والنواب لهنا والاداره لهنا. تدليس تدليس، وهذايا اللي ندل على شيء فهو يدل على ازمتهم. احنا هذا السؤال وهذا هو موطن الداء، شنو الالتزام اللي عندكم مع الدواعش وشنية الارتباط الوثيق اللي تضحيه بصورة مجلس وتضحيه حتى مستقبلهم السياسي، لانه الشعب قاعد يشوف في سبيل انكم انتوما ما تخسروش الدواعش هذا. لهنا الناس كل يظهر تطرح السؤال هذا تفهم. اليوم احنا الاكثر من هذا، احنا تحركاتنا الاحتجاجية متواصلة، يعملوا اليوم هون يقعدوا يتلعبوا بالقوانين يتلعبوا بالدعاوات ما يقلقناش. اخطر من هذا انه يلجؤوا للعنف، خاطر كي دخلوا غادي دخلوا في الظلام، القاوة النواب نتاعنا موجودين، يجي السيد الفرجاني يهز مجدي بوذينه ويضربوا ويفك له تليفونه باش ما يصوروش ويخرجوا خارج القاعه ويعتديوا على ناجي جراحي والزوز هذوما خرجوهم، وقعد سي فاضل الوجه والدكتور عبد الرزاق الحسني موجودين يصارعوا ويقاوموا هيك الفيديوهات كيفاش مطوقينهم بالبنديه نتاعهم. يعني اذا كان النواب انا توا ما عادش نعيب عليهم، هما سيي معروفين مارقين على القانون، والمجلس هذايا مجلس خرق القوانين والنظام الداخلي، وجلسه اليوم باطله،
جلسة اليوم باطلة لأنه إجراءات الدعوة واضحة وتغيير المكان بالغدرة وبالتذكير واضح. أما اللوم على النواب، النواب اللي يراو في هذا كل بعينيهم ويراو علاش الناس هذو ما يصدروش قرار ضد المجرمين باش ما يدخلوش، والنواب اللي يجيهم دعوة لهنا وآخر دقيقة يبعثوا لهم مساج ينقلوا غادي، يا إما ما فهمش وعي بأنه الإجراءات راهي ما تصيرش هكا، يا إما ناس مستعدين يتبعوا كيف ما هما على الدنيا السلام. إذا كان جلسات وقوانين تتعدى بالبلطجة وبالعنف وبالضرب وبتكسير الساقين وعلى مرأة ومسمع من الناس الكل وبالغدرة في والتدليس في الدعوات، هذا هوكا رأي العام يشوف والناس كل قاعدة تشوف وعملية الفرس قاعدة تصير وإحنا مازلنا موجودين لهنا. يمشي وغادي مازلنا موجودين لهنا. لم كان صار حوار صغير ما بينك وما بين نائب مبروك خرشيد، يعني قال لك اللي هو ما يدعم تحركاتكم لكن لا لتعطي العمل يتفضل مبروك عليهم. التوا الجلسه اللي تعملت على جثه وعلى العنف نتاع زملائهم يتفضلوا يورونا كيفاش باش يفتحوا الاندلس بالجلسه، حاو باش يعملوها الجلسه بالعنف وبالبلطجه وباني مش قانونيه وبدا دعوات مدلسه وباساليب نتاع عصابات. هذه عصابات ماهيش، هذه ماهيش اداره متاع جلسات ومش إدارة متاع مجلس. وإحنا هذي نحب نوريه للرأي العام، نحب نشوفوهم إلى أي مدى ملتزمين في مشروعهم المتطرف مع المجرمين والإرهابيين. وهو قاعدين نشوف مدام تعليقك على اللي صار حين الجلسة اللي صارت البارح ما بين رئيس الدولة قيس سعيد ورئيس البرلمان رشيد الغنوشي ونائبيه، كان حازم وكان أصر على ضرورة يعني عدم تعطيل جلسات عمل المجلس، وقال اللي هو عنده الحلول الدستورية لكن يفضل أنه هو بيحلوا يعني الإشكاليات فيما بينهم. إيه هوك حلوها بحرب العصابات، هوك الإشكاليات فيما بينهم هيك بحرب العصابات وبالعنف وبالضرب وبالتدليس في الدعوات. شوف احنا توا في دولة حتى حد ما هو قاعد متحمل مسؤوليته، لأنه رئيس الجمهورية بعثنا له والأمن الرئاسي تحت أمرته كان خذاه هو بزمام الأمور في تأمين البرلمان، لأن احنا مش في الوضع هذا. أما هما بعثوا مراسلة قال لك ما عاد يلغوا شيخشي السلطة ماهيش عنا. إذا كان أنت كأمن رئاسي عطيت سلطاتك وبالكتابي لحبيب خضر، هاوك حبيب خضر هاوك كيفاش يأمن النواب؟ وذي سياسة حبيب خضر وذي سياسة الخوانجية عادي. إذا شوف توا التوانسة قاعدين يراو في كل شيء، احنا مازلنا متواجدين وخلينا نزيدوا نشوفوهم فين بالزادوا باش يمشيوا بالهروب الى الامان. واللي مشكلته الجلسه والجلسه مبروك عليه، الجلسه اجراءاتها باطله، اجراءاتها غير قانونيه، الدعوه فيها مدلسه وصارت على ظهر زملائكم اللي مضحين على خاطركم وعلى خاطر كرامتكم، وانتم ما تتلفتوا لهمش وتخليوهم مضروبين وتدخلوا تعملوا جلسه بالطريقه هذه. قال تحدث على تعرض النائب مجدي بوذينه للاعلان الاخير توا مجدي ساقه هكا ما نعرفوش شنو اللي فيها. سيد الفرجاني ضربوا فكلوا تليفون الاداره معاهم ولاو يستعملوا فيها اعضاء منهم ولاو يستعملوا فيهم ذراع، هذاك ضرب وهذوكم هزوا خرجوه وحطوهم في بلاصه مسكره اللي البيبان الكل مسكرين ما نجموا يمشيوا لحتى بلاصه. طلبنا السامو هنا قاعدين نستناو في الامبولانس باش يقولوا لنا شنو اللي فهم. جيت هاي وصلت الامبولانس مواصله يعملوا جلسات حتى في المريخ يعملوا وين يحبوا، احنا مواصلين. خلي نشوفوا مدى التزام الاخوانجيه بعلاقتهم بالدواعش. ومن توا قول له 25 جويليه زاد يبدل ما يعملوش في المجلس، يعملوا يشوف كوكب من الكواكب يعملوا فيهم، المهم ما يدنسناش المجلس، احنا موجودين ويعملوا اللي يحبوا. واضح، شكرا.